تحايا كبرى لكم جميعا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج رئيس التحرير. في هذه الحلقة سأتناول تحديدا هذه الحملة التي توجه إلى وسائل الإعلام وخاصة في الدول المتقدمة، حيث تتهم عدد من الجهات الإعلام ليس هذه المرة في ترويج أخبار زائفة ولكن في ترويج معلومات خاطئة. وسأستند على ما قاله عالم فيروسات ألماني يعد من أشهر العلماء في هذا المجال، هو بروفيسور هنريك شاتريك. هذا البروفيسور يقول بشكل واضح بأن عدد من السلبيات التي واكبت هذا الوباء اللعين جاءت من طرف الإعلام. هذه السلبيات يقول بأنه روجت لمعلومات خاطئة، وفي الواقع ما يقول به ربما يحدث تغيير كبير جدا، أو يفترض أن يحدث تغيير كبير جدا في الإجراءات الاحترازية. ماذا يقول هذا العالم الألماني هنريك شتريك؟ يقول بأنه وسائل الإعلام هي التي روجت أن هذا الفيروس بأن هذا الفيروس يعيش على الأسطح، سواء كانت أسطح مكاتب، أسطح بمعنى جدران، أسطح بمعنى أبواب، أسطح بمعنى موائد أو ما إلى ذلك، طاولات وما إلى ذلك. وهو يؤكد بشكل قاطع بأنه لا يعيش هذا الفيروس في الأسطح، وبالتالي كل الإجراءات الاحترازية التي تمت في هذا المجال ليست لم يكن لها أصلا مبرر، وأن الإعلام لعب دورا في نشر هذه المعلومات الخاطئة. نمضي مع هذا البروفيسور. يقول أيضا من خلال مسح لمقابض الأبواب والنوافذ، مقابض النوافذ، مقابض الأبواب التي أجريت لأشخاص أصيبوا بهذا الفيروس، تبين بأنه لا توجد أي آثار على هذه المقابض، وعلى هذه سواء كانت مقابض أبواب أو نوافذ. وبالتالي يقول في نفس السياق أن ذلك ما روجت له وسائل الإعلام من معلومات خاطئة. أكثر من ذلك، وهذه في غاية الأهمية، يؤكد جازما أن الفيروس لا ينتقل باللمس أو المصافحة، وبالتالي ما يقال بهذا الشأن أنه الابتعاد الجسدي ثم تجنب المصافحة أو اللمس ليست له ما علميا تبين بأنه لا ينتقل الفيروس عن هذا بهذه الطريقة. يقول هذا العالم الألماني أن الفيروس ينتقل عبر الهواء، وهذا فيه تأكيد لما كان قيل في الولايات المتحدة الأمريكية بأن خطورة هذا الفيروس ينتقل عن طريق الهواء، عن طريق الهواء، خاصة إذا كان هناك سعال أو عطس من طرف شخص مصاب. هذه هي أخطر وسيلة تنقل هذا الفيروس، وبالتالي يجب حماية الناس، تحمي أنفسها من أي بطبيعة الحال التباعد الجسدي، وفي نفس الوقت استعمال الكمامات، لأنها هي الوسيلة الوحيدة الواقية من أن ينتقل الفيروس عبر الهواء عن طريق العطس أو عن طريق السعال. أكثر من ذلك، هو يقول بأنه، وهذه جديدة صراحة، أن الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق العينين، الهواء عن العينين، لأن هناك فتحات تربط ما بين العينين وما بين الأنف. وبالتالي الحل
من في وجهة نظره هو استعمال الكمامة والتباعد. التباعد خاصة إذا كان الشخص مريض. يقول أيضا بأن معظم الحالات هي التي أصيبت كان نتيجة التواصل الاجتماعي، أي من بؤر أسرية، من بؤر أسرية. بمعنى آخر أن أصيب لا قدر الله شخص في الأسرة ينقل هذا الفيروس عن طريق الهواء، وعن طريق إذا كان يعطس أو إذا كان مصاب بسعال. من هنا ماذا يقول هذا العالم؟ يقول بأنه مسألة عزل الناس في ما يسمى بالحجر الصحي داخل منازلهم ليس هو الحل، ولكن الحل بالنسبة إليه هو أن يعزل المصابين بهذا الفيروس، يعزلوا في أماكن، حتى العزل يجب أن يراعي بأنه هناك حالات متقدمة وهناك حالات في بداياتها، يراعي هذا الجانب. وبالتالي يدعو هذا البروفيسور هنريك شتريك إلى عدم التقيد بمسألة العزل كما جرت في معظم الدول. ما أود أن أقوله بأنه الإعلام في الواقع في كثير من الأحيان يفترض أن ينقل عن مختصين فقط، لأن حتى في مجال الطب هناك أطباء مع كامل الاحترام ليس هذا اختصاصهم، وبالتالي حتى معلوماتهم، المعلومات التي تتوفر لديهم هي معلومات جديدة. يمكن أن يأتي ما يثبت هذه المعلومات، ويمكن أن يأتي ما ينفي هذه المعلومات. ولذلك الإعلام فعلا مفترض أن ينقل عن مختصين أو لا ينقل أي شيء. وأعطي مثال آخر، عندما نحن الآن نعيش موجة التلقيح، الآن كل الحديث عن التلقيح وما هي اللقاحات التي يمكن أن تحد من تفشي هذا الوباء، أو ما هي اللقاحات التي يمكن يعني يفترض عدم تجريب هذه اللقاحات. انتشر خبر ربما في كل العالم أنه عندما تم بداية التلقيح في الولايات المتحدة الأمريكية أدى ذلك إلى 6 وفيات نتيجة التلقيح. ولكن وهنا أيضا عندما ينقل الإعلام معلومات خاطئة، ولكن تبين بالملموس أن هذا الأمر غير صحيح، لأن 2 من هؤلاء 6 أولا تم تلقيحهم بلقاح افتراضي، يعني لم يتم اللقاح، هم فقط حقنوا وأبلغوا بأنهم تم، وذلك في إطار التجربة ليروا حتى التأثير النفسي على هؤلاء. 4 من الذين توفوا لأسباب أخرى لا علاقة لها باللقاح. هذه مسألة في غاية الأهمية. الآن هناك تنافس وهناك معلومات كثيرة جدا ينشرها الإعلام بشأن اللقاح الصيني، اللقاح الألماني، اللقاح الروسي، والكثير من هذه المعلومات بصراحة غير مدققة. وأكثر من ذلك، وهذا هو الأساس، أن هذه المعلومات هي في النهاية تدخل في إطار صراع ذو طابع تجاري بين الشركات وبين المختبرات العالمية، وحتى بين كل دولة تريد أن تروج. هناك الآن اللقاح البريطاني، اللقاح الروسي، اللقاح الصيني، اللقاح الألماني، وقس على ذلك. فهنا يبدو بأن دور الإعلام دور أساسي ومهم، ومهم جدا أن لا ينقل أي معلومة خاطئة. ما هو الحل إذا لم تتوفر المعلومة؟ الحل ببساطة أن يلتزم هذا الإعلام، كل وسائل الإعلام، الصمت. بمعنى آخر يجب أن تتحرى الدقة، وإذا حصلت على معلومات مؤكدة من مختصين تنقل إلى المتلقي، ولكن إذا لم تحصل على هذه المعلومات فأفضل خيار هو الصمت.